هذا عبد المجيد التبون رمز السلطة، أما عبد المجيد التبون رمز الجمهورية الذي يرمز إلى استمرارية الدولة وإلى تمجيد الدين الإسلامي ووحدة الشعب والسلامة الترابية، فهو خط أحمر. عرضناه في أكثر من 12 وزير، وبعد التحقق أقالهم من مناصبهم، فهو رمز للسلطة نعارضه وبشدة وفي كثير من الأحيان. عندما يكون أحد وزرائه مخطئاً أو كاذباً أو مرتسياً أو لا يراعي مصالح الدولة الجزائرية أو يغش رئيس الجمهورية فهذا شيء، أما رئيس الجمهور أما عبد المجيد تبون كرمز للجمهورية تقع عليه مسؤولية تمجيد الدين الإسلامي وحمايته، تقع عليه مسؤولية صيانة وديعة الشهداء، تقع عليه مسؤولية قيادة الجيش الوطني الشعبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيه الدبلوماسية الجزائرية. أما عبد المجيد تبون الذي كرمز للجمهورية تقع عليه السلامة الترابية، أما عبد المجيد تبون كرئيس الجمهورية تقع عليه مسؤولية وحدة هذا الشعب، فإن من يمس فيه يمس فيه وفي عرضي وفي أمي وفي ابني وفي زوجي.